عصفور من سلطنة عمان. أنا طبعاً هذه دورة تقدمية اللي احنا حضرناها بفضل دولة الكويت اللي قدمت لنا دعوة من، ولذلك احنا استفدنا من هذه الدورة فوائد عظيمة جداً، لأن احنا طبعاً ما كان عندنا من هذه الدورات، وابتدت عندنا الفرقة من 75 و76 فقط، وعملنا دورات تمهيدية لكن أقل مستوى من هذه الدورة، واستفدنا من هذه الدورة التعاون والمحبة والأخاء. وكذلك بالنسبة إلى المعسكر اليوم الكامل استفدنا أشياء جدا، وهي كيفية تطبيق المشروعات وتطبيق المناهج والتعاون والتعارف والصداقة. وهذا طبعا الدورة عبارة عن تطبيق إلى المجلس العربي أو المجلس الخليج العربي، الذي الحين إن شاء الله اللي بيسبب التعاون والصداقة بين دول الخليج كافة. وإحنا نتقدم باسم دولة سلطنة عمان كلها بالشكر إلى دولة الكويت، لأنها أتاحت لنا هذه الفرصة للاستزادة بالمعلومات العظيمة اللي راح نطبقها إن شاء الله في بلدنا، وراح نحاول إقامة نفس هذه الدورات والمعسكرات لتعم الفائدة على الجميع. أكرر شكري بالنيابة عن سلطنة عمان كافة إلى دولة الكويت، ونتمنى لها التقدم، ونتمنى للحركة الانتشار، وشكرا. سبيتشا عبد السلام من دولة البحرين. كانت هذه الدورة عبارة عن دورة تقدمية، وقد سبق أن أخذنا في البحرين دورات تقدمية أخرى، لكن هذه الدورة كانت عبارة عن زيادة لمعلومات كنا عد أخذنا بعض منها في الدورات السابقة في البحرين.
أما بالنسبة لأهم شيء في الدورة هي أن احنا اجتمعنا كلنا مع وفود دول من الخليج، عندنا الإمارات وعمان، فكان هذا هو أكبر الأثر اللي شيء جمعنا بيننا علشان توحد أفكارنا وتوحد أهدافنا مع بعضنا البعض، وتكون الخطة اللي نمشي عليها تكون خطة موحدة بيننا وبين دول الخليج ككل. والشيء الثاني إن إحنا كل واحد يبتدي آراءه وأفكاره يطرحها في هذه الدورات، وناخذ إحنا الفكرة اللي تقدر نطبقها في كل الدول مع بعضنا البعض. زينب محمد من دولة الإمارات العربية المتحدة، الدورة هذه استفدنا منها وايد، أهم شيء اللي استفدناه منها تجديد معلوماتنا، لأن إحنا في دورات سابقة في الإمارات خذناها، دورة المتقدمة والصقل والمبتدئة كلها، لكن هالدورة والله استفدنا منها، أهم شيء اللي استفدناه وتعاوننا مع دولة الكويت، ونشكر الأخت قمرية وجمعية المرشدات الكويتية على هذه الدورة اللي ساعدتنا نجدد معلوماتنا وناخذ أشياء استفدنا منها جديدة. بعدين على المخيمات اللي تقيم هني، مخيماتها والله مستواها وايد عالية، بسم الله الرحمن الرحيم. قمرية أمين، جمعية المرشدات الكويتية. طبعا بالنسبة للغرض من إقامة الدورة التدريبية التقدمية لقائدات دول الخليج العربي، انطلاقا من مبدأ التعاون الخليجي، فكرت جمعية المرشدات الكويتية بإقامة هذه الدورة لما لها من مردود طيب في توطيد العلاقات وكسب الصداقات وتبادل الخبرات بين مرشدات الكويت ومرشدات في دول في منطقة الخليج العربي. وجهت جمعية المرشدات الكويتية الدعوة لدول المنطقة، فلبت الإمارات وسلطنة عمان والبحرين الشقيقة الدعوة، اعتذرت كل من قطر واليمن والسعودية. موعد الدورة كان موعد من 19/12 إلى 25/12، وطبعا وضع برنامج مدروس يشمل على جميع مناهج حركة المرشدات اللي تشتمل على النواحي التربوية والدينية والثقافية والاجتماعية والتدريبية.